اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع ومعاد فقرتنا الاجتماعيه، ويمكن ابتدى ناس كتير يبعتوا لنا على موضوع حدود الحريه الشخصيه. احنا هنتكلم النهارده في نقطتين، حدود الحريه الشخصيه ما بين الازواج وحدود المساحات الشخصيه عموما ما بين يعني الناس وبعضها في مكان العمل، في الشغل، في الجامعة، في البيت، أفراد العيلة، أفراد الجيران، الحاجات دي كلها بيبقى في ناس بتعتبر إن يعني في ناس بتبقى خلينا نقول ايه فريندلي كده زياده عن اللزوم، فبيبقوا مش مشكله بالنسبه لهم حكايه اقتحام خصوصياتهم. في ناس تانية بتنفعل جدا زي ما قلت لكم كده لما حد بيجي جنب حياتهم الشخصيه او بيسال اسئله هم شايفينها ان هي اسئله ممكن تكون ليها يعني تدخل كده او بيتحشروا يعني زي ما بيقولوا. طيب بالنسبه للازواج الموضوع بيبقى اكثر حساسيه، الموضوع بيبقى اكثر يعني ايه بيبقى فيه شوية مشاكل، لأن كل واحد بيعتبر إن خلاص إحنا طالما اتجوزنا وطالما عشنا مع بعض في نفس البيت يبقى كل واحد حياته الشخصية ملك للآخر. في ناس بتوافق وفي ناس مش بتوافق، في ناس بتقول ده تمام وفي ناس بتقول ده مش هينفع. طيب الحدود دي واصلة لحد فين؟ خصوصا بقى مع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وفي ناس بتعتبر ان الفيسبوك ده حاجة تجسس على حياتها الشخصية، وفي ناس بتقولك لا عادي ما مش مشكلة ما انا بقول اللي انا عايزه او بوصل الكلام اللي انا عايزه او برمي كلام على اللي انا عايزه، يعني ايا كان استخدامك للفيسبوك او استخدامك ليه. طيب الضوابط اللي المفروض تتحط بقى سواء بين الزوجين او بين افراد العيله ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، استاذه عبير سليمان الباحثه في شؤون المراه. اهلا بيكي. انا ببقى سعيده جدا لما بكون معاكي يا استاذه معا. واحنا كمان والله يا استاذه عبير دايما سعداء بيكي. بنرحب ايضا بضيفنا العزيز استاذه سامع الجاج المحامي بالنقد. اهلا بيكي يا استاذه سامع، منورنا. وبرحب ايضا بالكاتب الصحفي الاستاذ ايهاب معوض. اهلا بيكي يا استاذ ايهاب، منور نهايه الاسبوع. ربنا يخليك، شكرا جدا. طيب عندنا بقى كلام كتير جدا، بس خليني كده ابتدي يعني في كان انا يعني عاوز زملائي كنا يمكن شفنا رساله كده، جات لنا رساله من رشا، بنت بنوته اسمها رشا، بتقول ان خطيبها سابها لما عرف ان هي بعتت فريند ريكويست للفيسبوك لحد يعني هو بيقول او هي بتقول ان المشكله دي كان لحد هي ما تعرفهوش او هو مش عارف مين ده. المهم ان هم اتخانقوا وسابوا بعض بسبب موضوع ان هي بعتت فريند ريكويست على الفيسبوك. في الحريه هنا واصله لحد فين؟ بتقول انا حره وهو بيقول لا. خلينا اقول بس ان كل حاجه في الدنيا ممكن تعامل بطريقه لا اخلاقيه وطريقه لا اخلاقيه، وبطريقه محترمه وبطريقه غير محترمه. مين اللي بيحط سياسه التعامل مع الاشياء؟ يعني مين اللي بيحط لي سياسه التعامل مع الفيسبوك؟ الفيسبوك مش الاول زوجي ولا الطرف الثاني، الاول تربيتي، تربيه الزوجه او تربيه الخطيبه او البنت هي اللي بتحدد لها اطر علاقتها او طريقه ادارتها لاي شيء سواء في العمل او في على الفيسبوك او لاستخدام اي وسيله تواصل كان. فالتربيه هي الحاكم مش شكل العلاقه بينها سواء كان الطرف الثاني رجل او امراه. يعني حضرتك بتقولي ان التربيه هي المفتاح، يعني خلينا نقول ان رايك يعني هي انا اللي بربي المراه. الراجل مش بياخد الست يربيها، يحط لها مساحه يقول لها انت هتبصي هنا للقرش ومش هتخرجي بره السيركل ده لانها هتخرج. لو هي مش متربيه كويس وست ما عندهاش اصل وست مش عارفه الغلط والعيب هتوهمه ان هي جوه داخل السيركل وهتعمل برضو الشيء اللي مش كويس. اذا ان الشكل والاطار الاخلاقي والمحترم البنت او الست هي اللي بتحطه لنفسها، مش مستنيه واحد هو اللي يجي يحطه لها. ده بس عشان نتفق في الجزئيه دي. فكره ان هي ان احنا نتصايد لبعض تفاهات عشان نهدم علاقه، ده امر للاسف انا بشوفه متدني جدا، ما يلقش بالانسانيه حتى. طيب. ما يلقش باحترامنا لبعض وخصوصياتنا يعني. طيب انا هرجع لك يا استاذه سام، بالنسبه للوقائع اللي انا قلتها من شويه وغيرها من الوقائع اللي الناس بتتخانق دايما مع بعض فيها عشان الفيسبوك، عشان انا بتقعد مثلا يعني غير موضوع رشا اللي بعتت لنا المشكله بتاعتها، يعني عندي برضو مشاكل ان مثلا ايه في ناس بتقعد تفتش مين الفريندز اللي عند خطيبي او جوزي، مين اللي عمل له لايك، طب مين اللي عمل له سمايلي، ومين اللي عمل له قلب، مش عارفه يعني هو او الفريندز الميوتشوال ما بينه وما بين مش عارف مين، يعني ده ما هو ده ايه ده بقى؟ يعني ده اسمه ايه؟ ده تجسس يعتبر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اقول لحضرتك على حاجه. انا يمكن انا قد رايي
بيصدم بعض الناس، لكن انا ما زلت متمسك بيه. انا الواقع اللي حضرتك بتكلمي عليها ديت، انا مع خطيبها مش معاها هي في جزئيه معينه. انت النهارده حتى لو انت النهارده مجال التواصل الاجتماعي مفتوح ليكي، ماشي، انا ماذا يضرني ان انا يقتصر اصدقائي او اللي هم المعارف؟ يعني انا النهارده عشان ابعت فريند كويست الواحد انا معرفوش، انت يعني انا عايز افهم، ما هو خلاص بقى صديق ليكي على الفيس ما تعرفيش عنه اي حاجه، سيبك انت من المضايقات او خلافه، يعني انت هتستفيدي ايه؟ ما تكسري حد العلاقات بتاعتك ده، طالما سمح لك بانك انت يكون ليكي حساب على الفيس خلاص، ايه المانع ان انا عندي الاسره بتاعتي او المحيطين بيا؟ ممكن ما يسمحليش ان انا يبقى عندي. لا انا 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 عن نفسي انا لا احبذه. طب والعكس من ناحيه، يعني من ناحيه لو هي يعني هي العكس، لا يعني لو للست مثلا. شوفي في ضوابط، احنا بص احنا مجتمع شرقي، ما تجيش تقولي لي بقى العكس والراجل طب ليه اصدقاء على الفيس. بص يا استاذ عصام، انا بقول لك انا مجتمع، ما هو مش كل حاجه هتباح للرجل هتباح للست. يا سلام على فكره، عشان دي مش عايزين بقى ايه ننط بقى على حته ده مجتمع ذكوري او مش مجتمع ذكوري او خلافه. لو انا النهارده بصي، طب لحظه يا جماعه، في خط احمر مفروض ان انا ما تجاوزوش. انا النهارده عايز افهم حاجه، انت النهارده عشان تعملي فريند كويست لحد انت ما تعرفوش وعشان يبقى صديقك، بصي خراب الاسره المصريه من يوم ما الفيس ده طلع. طيب. صدقيني ماشي اوكي، انا يعني انا عارف انك انت حد على الفيسبوك انا ما اعرفوش، دي انا موافقاك فيه. طيب. عارف ايه، انا موافقاك لسه ما اتكلمتش. طيب استاذ ايهاب، عايز اعرف دلوقتي بس حضرتك شايف بقى ان دي يعني، وانا عارفه برضو ان حضرتك يعني بتعمل في مجال الارشاد الاجتماعي او الارشاد بين الزوجين، هل يعني دلوقتي انا المشاكل اللي بتحصل انا شايفاها يعني في وجهه نظري المتواضع ان دي بسبب ان انا طول الوقت انا اللي بدور على المشكله، انا اللي بدور ايه اللي بيحصل في تليفون جوزي او ايه اللي بيحصل في معارفه او العكس، في حدود المفروض يبقى فيه يعني. بقول لك بصي، احسب لك الموضوع في نقطتين. يعني ناخد قاعده عامه الاول. هو يعني العقد، استاذ عصام ادرى مني في الجمله دي، هو العقد شريعه المتعاقدين. اوكي ماشي، اتخطبت انا وهي النهارده. في قانون تحكمنا حريه. يعني ايه حريه؟ دي كلتشر مجتمعي، ثقافه مجتمعيه. صاحبتي اللي في باريس، خطيبتي اللي في فرنسا، وهي بتبص صاحبها في الكليه، ما اقدرش اتكلم. ده ثقافته. لكن انا عايز مراتي هنا في مصر ما تسلمش بايديها على حد، دي ثقافتي برضو. انا بختار لي من ثقافتي. اخونا اللي زعل من خطيبته ومشي، ده منتهى الحريه، من حقه ان هو يمشي، انها مش متناسبه مع ثقافته اصلا. وهي لو رفضت تتجوزه لان هو اعترض على ده، برضه هو مش من ثقافتها. احنا بنرسي قوانين في الاول بتحكم الولد بالبنت من اول يوم خطوبه. هي متناسبه معاك، يعني هي بتلبس ميكرو، ده مناسب لثقافتك، هي بتلبس نقاب، هي دي خلافاتنا. مشكله هو بيقول لها في الاول او بعد الجواز بيقول لها مش مناسبه. هو يرى ان مراته او خطيبته ما ينفعش انها تعمل فريند ريكويست على لواحد مش حضرتك مش شايفه ان ممكن يكون طارق او محمود مناسب ليه جدا، مش فارق معاه ان خطيبته تعمل فريند ريكويست لحد، وارد. صح. طيب القاعده العموميه بتحكم بقى ده الحريه المطلقه، دي القاعده بتحكم الحريات. في حاجه بتحكم الزوجين، انا كاستشاري اسري بقولها لاي زوجين بيجوا لي، بقول لهم يا جماعه للرجل عالم خاص بيه، الزوج عالم خاص بيه، حريات مطلقه في اصحابه، ارائه، فيسبوك بتاعه، الواتساب، شغله، كل حاجه حريه مطلقه. وللمراه حريه مطلقه وعالمها الخاص بيهم، الاثنين بيلتقوا في منطقه وسطى اسمها العالم المشترك. العالم المشترك ده ممنوع حد يدخله. ممنوع ان انا كرجل ادخل فيسبوك على مراتي وادخل الانبوكس، ممكن تكون واحد صاحبتها بعت لها صورتها بالبيت، ايه المشكله؟ بتقول لها ايه رايك وانا لابسه مش عارف كذا، او كلام بينها وبين اختها بين مامتها بين مثلا كلام خاص يعني، ما اقدرش ان انا ادخل، ما اقدرش افتح موبايل مراتي واتفرج على الصور، ما اعرفش مين من صاحبتها بعت لها حاجه. امتى يكون من حقي بقى ان اعمل دوت؟ لما يصدر حكم، يعني فجاه لقيتها بتكلم حد وهي مرتبكه، فجاه حصل حاجه، لا تعالي بقى تعالي نلغي قوانين الحريات كلها بينا ونبتدي نتكلم من جديد، مين ده؟ وريني البوكس بتاعك، افتح الواتساب، ابتدي اكسر كل قوانين الحريات لان ثبت وقع. اذا ثبت وقع، لكن ان لم يثبت وقع فهي في النهايه ليها حريتها المطلقه. انا مش متجوز اما، انا متجوز بني ادمه حره، لما اخترتها من عيله وعارف انها متحضره ومحترمه، عايزه تعمل صداقه لواحد، دي قوانين ارسناها في اول يوم ارتباط، انا مناسب ليا او لا. وانت متفق معايا في العكس ولا نفس الموضوع؟ طبعا هي في النهايه ممكن تقول لي، ممكن اقول لها وريني الانبوكس بتاعك، فتقول لي طب ما توريني الانبوكس بتاعك، قانون مشترك. انا بقى من اول يوم، نفترض مثلا استاذ عصام هو اصلا بلديات صعيدي زيي،
فاحنا ممكن يكون عندنا قاعده بتقول ايه، لا احنا من اول يوم جواز اللي انا اخترتها دي القانون ما بيمشيش مشترك علينا، انا ممكن اقول لك وريني كذا فانت ما تورينيش، ده برضه ده صح على فكره يعني. هي مش هتقول لك وريني التليفون، تقدر تنكري ان ممكن يكون في الصعيد ممكن الراجل المراه لا تجرؤ انها تقول لجوزها وريني مثلا موبايلك، مش هتقول له مثلا، بس هتشوف الموبايل لو قال لها لا. احسنتي يعني. هي مش عمرها ما هتقول لك هات الموبايل، ترسيخ لمساراتي يا استاذه مها. انا بقول لك هي ثقافه ارسناها في الاختيار من البدايه. تمام فهميني؟ طيب عبير انت بتقولي ان ده يعني الموضوع ليه علاقه بالنشاه او بالتربيه بالزبط. بس في بقى دلوقتي ايه هيجي في دماغ بعض البنات وبعض الشباب، طب يا جماعه ايه ده، دي مصيبه يعني، انا كده الجواز او الارتباط معناه ان انا مش هيبقى عندي هذه المساحه. خدي بالك ان كل ما سنه بيكبر او سنها بتكبر بتخاف على الحريه اكتر، بتبقى عندها اللي هو بانيك، اللي هو انت مين انت بقى مهما كانت يعني، مين ده ومين اللي داخل يقتحم خصوصياتي، ممكن تبقى مش خصوصيات ولا حاجه، هي جواز عادي شراكه في البيت وفي الحياه، بس صحيح. هي او هو ما بيبقاش متعود على ده، فبتبقى فيه هلاك في الاسره في الاخر. بصي انا الاول بتفق بمعظم كلام استاذ ايهاب، عاده ان انا مش ممكن ارسخ اي ملامح ظلم. اي علاقه بتبنى على العدل، يعني انا ما ينفعش كشخص مستنير لو واحده جات لي قالت لي ان جوزي بيقول لي هو حر يعمل كل حاجه هو عايزها وانا مش حره لاني ست وهو مش هيرضى الا بده، فبالتالي يبقى كده هو ده عدل، لان هي بتحبه وعايزه تتجوزه، مش عدل لانها هتعمل اللي حضرتك قلتيه من شويه، هتتجسس عليه من وراه، والحقيقه دي سياسه ومسار لا اخلاقي. اي حد بيقمع طرف على حساب رغباته ونزعاته الشخصية ما تنتظريش في المستقبل غير استرداد الحق بطرق ومسارات غير مشروعة. عشان كده دايما بقول ان العلاقات اللي مش سوية بتتبني اصلا على مفاهيم خاطئة ومفاهيم غير عادلة. النظرة الدنيا للمرأة كده بيتهد في الاخر لانها ما بتكونش راضية على فكرة، عمر ما في منظومة غير عادلة تكون راضية الست بيها. على فكرة الستات مش ادنى مش أذكياء، هم أذكياء جدا، بيعرفوا يحتالوا على الموقف. يعني الزوج لو كان بيتزوج عليها مرة واثنين وثلاثة ومهياصه بتاع ستات هي بتاخد حقها برضو بشكل أو بآخر، بيجي فترة بتاخد حقها ما بتنساش. فكل الناس أو الرجالة أو المجتمع الذكوري لما يقولك لا الست ممكن تقبل أن واحدة تانية تيجي معاها، هي حتى اللي داعيين للزوجة التانية والتالتة بينتقموا من الزوج. صدقيني أنا اسمعي كلامي، لأن العدل هو نبراس الحريه. فسري يعني ايه بتنتقم منه؟ يعني بتنتقم بتخليه بركه بعد كده، بعد ما بيوصل لسن معين بتنتزع. لا ده يرجع لتربيتها ونشأتها. ما غلط، هو اساسا جار عليها. هي غلط عليها اصلا، هو جار عليها. هو حتى لو هو الزوج، هل ده معناه ان هي انا ما قلتلكش ان هي كويسه؟ انا ما قلتلكش ان هي كده كويسه. انا قلت بتظلم. هي بتقول الوضع يعني اللي بيحصل ان هو غير عادي. يعني انا استاذه صام، هل يعني مظبوط دلوقتي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، بيحصل ولا مش بيحصل ان بعض السيدات بيفتشوا ورا ازواجهم سواء في الكمبيوتر او في التليفونات؟ بيحصل صح. طيب هي انا لو كنت بتجيبي لنفسك، هي انا ملهاش. لسه مسألة. لا ثواني، لا ملهاش تفتش يا جماعه، لا ملهاش تفتش. اديني فرصه. المساواه اللي انتوا بتنادوا بيها دي، وانا قلت لك دي ما ينفعش، ربنا خلق الذكر ذكر والانثى انثى. طب انا هقول اذا كان ربنا سوا والقيود والالتزامات. اديني فرصه. القيود والالتزامات اللي على الست في هذه الجزئيات ده ما بينتقص من قدرها ولا حقوقها خالص. جزئيات ليه؟ هو الراجل المشرع فرق بين الاثنين. وانت عايزه تقولي لي ان الراجل لما يعرف ست، الراجل ليه اصدقاء على الفيس، يبقى هي المفروض يبقى لها اصدقاء ونقول ده مساواه؟ مساواه ايه؟ المساواه ديت في حقوقي وحقوقك. ولا حد جاب سيره مساواه. الشرع احنا بنتكلم في كونسيبت. الشرع والمجتمع قيد لها حقوق وحطها جوه دايره، ده مش انتقاص منها، ده عفه وطهاره ليها. فين ده؟ احنا بنقولنا تمشي على حل شعرها. حضرتك بتستخدم عبارات كبيره قوي ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله. يعني ايه العفه واحنا بننادي بعدم عفاف المراه مثلا؟ الحقيقه لا. لحظه يا جماعه، لحظه. انا دي النقطه اللي انا بتكلم فيها يا استاذ ايهاب دي واحده بس. انا عايزه اتكلم في نقطه التليفون دي. يعني انا دلوقتي هي بتفتش في التليفون او بتفتش في العربيه او في المكتب او ايا كان المكان اللي هي بتفتش فيه عشان تجيب لنفسها وجع الدماغ، وبتقول لك لا انا من حقي ان انا اعرف لان هو ليه مثلا يعني كذا. ما هقول لك، بس انا ما بتكلمش بوجهه نظري او وجهه نظر حضرتك، انا بتكلم بوجهه النظر العامه او وجهه نظر اي حد ممكن يعني ايه ممكن يعمل ده. كل واحد يعني بيبقى عنده ظروف خاصه بيه. هي دلوقتي هتعمل ده
وهو هيعرف ان هي عملته او ما عرفش، بس هو بيبقى واخد احتياطه، شافت مره حاجه او ما شافتش حاجه، في الاخر انا عندي نتيجه واحده، استفدتي ايه من التفتيش؟ ما انا مش فاهمه برضه، استفدتي ايه في الاخر؟ نفس الموضوع ونفس الاجابه تاني، هي في يعني لا تسالوا عن شيء ان تبدا لكم تسؤكم، بحث المراه ورا الرجل او بحث الرجل ورا المراه لازم يؤدي لنتائج سلبيه. لو دورت فيه مثل بيقول اللي بيدور بيلاقي، اي امراه في الكون لو قررت تدور ورا جوزها هتلاقي، اي رجل لو دور ورا مراته هيلاقي، مش المفترض ان احنا ندور ورا بعض. اوكي، انا بقول امتى بنبتدي ندور؟ لما بيبتدي الطرف الاخر يتوجد فيه مشكله. فجاه لقيت جوزي النهارده بقى واحده رساله محمود صاحبه بعت له بحبك قوي وحشتين، نعدي بقى القوانين خلاص، ما كنتش بقول لك وريني موبايلك، المره دي هقول موبايل. اوكي، في قناعه الاستاذ عصام هو يرى ان ده حق مطلق للرجل ليس حق للمراه، يحترم، دي ثقافته، لازم نتفق كده، هيختار زوجه تتناسب مع هذه الثقافه. الخلاف بين ده مش معناه ان هو يخون او ان هو يرتكب حاجه خطا طبعًا. انا مش معاه، لا طبعا انا ما قلتش ان هو يعمل حاجه خطا، بس اقصد ان هو مساحه الحريه عنده في مفهومه ان هو ممكن يبقى ليه صداقات على الفيسبوك مثلا مع بنت وهي لا، انت ارسيت القوانين دي تحترم، وهي المراه موافقه على ده. انا عايز اقول لا شرعا ولا مجتمعيا هو مسموح ليه بان هو يخونها طبعا، لكن ده مش كلام خيانه خالص، مش كلام خيانه، على اقامه علاقات. هي المشكله الاصليه اللي بنتكلم فيها هي بنت بعت فريند ريكويست ما خانتش خطيبها، فبالتالي هي طلبت تعمل صداقه مع رجل في قناعاته وفي ثقافه هذا الرجل اللي هو خطيبها، يرى ان خطيبته ينفع تعمل صداقات مع ولد، متفقين تماما، ودي حاجه فير جدا في ثقافته. بصي لو 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 قلنا لكل واحد قناعته النهارده، هو بيتكلم من قناعته وهي بتتكلم من قناعتها، تعميم ده كارثه. لا. لا. كارثه، لازم نتفق ان في النهايه اللي بيحكم ثقافه مجتمعيه. بس موضوع قبول الصداقه على الفيسبوك، احنا كان عندنا بس راي الناس موضوع حكايه الفريند ريكويست اللي على الفيسبوك ده اللي وجع دماغ الناس كلها، هنروح نشوف ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا. هو اكيد في تعامل مختلف، يعني في حدود في التعامل، اذا كان هي حد ما تعرفوش فما ينفعش اساسا تقبله من الاول، لو هي حد تعرفه وانا اعرفه تمام يعني، بس اكيد في نظام معين في الكلام وفي حدود. لان الشخص اللي انا يعني بعت لي ده انا اولا ما اعرفوش، دي اول حاجه. والتاني حاجه انا برضك مش عارفه رد فعلي، ان انا مثلا هل لو صديق مثلا ليا او حد من اصدقائي فطبعا هقبل الموضوع، لو غير كده لا. اكيد هتضايق جدا وعامل مشكله كبيره، لان انا ما احبش كده، ان انا احب ان يعني قريبه بس تقبل، قريبه بس ما تقبلش حد غريب وكده. هو لو في اصدقاء مشتركين يبقى هو عارفني فعشان كده هو بعتني، لكن هو لو هو مش عارفني يعني ممكن ساعات بيبقى بيضايقه، لو حتى قبلت في زمايل بيقبلوا كده بيفضلوا يضايقوهم وكده. يعني بالنسبه ان هي تقبل طلبات صداقه انا موافق، حتى لو بدون سابق معرفه، لان ده عامه الانسان يعني من طبيعته اللي هو بيحب يتعرف على ناس جديده كل يوم. لا مفيش ضوابط، يعني هي ممكن تبعت له عادي لو هي حد قريب منها جدا يعني، لكن لو حد من بعيد مثلا او كده لا اكيد ما رضاش. وانا ما ينفعش اساسا اعمل اد لحد مهم اعرفه على الفيسبوك او اي سوشيال ميديا، لانه كده غلط اساسا. يعني السوشيال بوظ كذا علاقه وكذا حد كلم حد، هي بتبوظ علاقات. طيب احنا كنا بنتفرج طبعا معاكم على رأي الناس، وفعلا زي ما استاذ ايهاب بيقول كل واحد بيتكلم وفقا لنشأته وفقا لثقافته وفقا هو قابل او مش قابل. بس هو سؤال معلش مني انا يعني شوية كده، هو انا ايه اللي خليني اتواصل مع حد على انا ممكن، عشان الاستاذ بس كان بيقول لك الناس بتحب تتعرف على ناس جديده كل يوم، طبعا نحب نتعرف على ناس جديده كل يوم ودايره معارفنا تبقى اكبر، بس ابقى شايفاه قدامي مش شايفه صوره، مش ممكن هقبل ان انا اتواصل مع حد او اتكلم مع حد او اقعد ارغي بالساعات مع حد على فيسبوك او يطلع على معلومات شخصيه عني او صور وانا مش عارفه مين ده ومسمي نفسه اي اسم وصوره، انا اعرف ده منين؟ ده انا طالما يعني الشخص ده مش قدامي او مش قاعد او الشخصيه دي مش واقفه او قاعده قدامي، انا هتكلم معاها ولا اتعامل معاها ازاي؟ دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا برضو ما بفهمهاش، يعني ازاي اتعامل مع حد في عالم افتراضي
ازاي اتعامل مع حد بيقول لي اللي هو عايز يوصله لي انا مش سامعه صوته مش شايفاه. خليني اقول لحضرتك ان احنا عايزين نفصل بين العلاقه البرايفت الشخصيه وبين العلاقه العامه. الصفحه المفروض تكون صفحه عامه، ولو شخص انا مش عارفاه بيدخل يعلق على الصفحه العامه يعني 100 حد شايفه، كل الناس شايفاه، عيلتي شايفاه، جوزي شايفه، ابني شايفه، كلنا. لكن العلاقة البرايفت هي العلاقة الخاصة، ازاي انا اعمل علاقة مع شخص معرفوش، هو ده الكلام. طيب. ازاي البنت تروح كل يوم تقول له صباح الخير، مساء الفل، عامل ايه، شربت النسكافيه، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني ونقف جنبه ورافضينه. ازاي تتكلم واحد ما تعرفوش، كون ان يبقى فيه اي واحد اكس عندها على الصفحة بيعلق على صفحتها، ده مش عيب، ده مش عيب خالص. غير كده قياسا مين هي، احنا بنتكلم على كل الناس ولا بنتكلم الست دي بتشتغل ايه والبنت دي فين؟ افرضي حضرتك انها بنت في جامعه انترناشونال، يعني ممكن لازم تكون في اسره ما داخل الجامعه، يعني لازم تقبل اكبر عدد من الشباب. افرضي انها بتشتغل في الميديا، بتشتغل بشكل عام، يعني ليها ناس مريدين، ليها ناس معجبين بيها. هل يا ترى احنا هنحكم نقول دي عندها رجاله كتير قوي ما تعرفهاش، دي ست منحله؟ لا، هي شغلها ايه، هي طريقتها ايه، وهي اللي بتحط الاطار. فكره الوصايا ان الراجل هو اللي يظبط لها ادائها واخلاقها، انا شايفها ده ينتقص من الراجل اكتر ما ينتقص من الست. طيب، لان الراجل مش مفروض يقول للست عيب وايه اللي مش عيب، المفروض انها تحترمه وتكون تحت قوامه حقيقيه لجوزها، وكمان هو يقدرها ويرفعها على راسه. تمام، هحط ما ينتهيش خصوصيات تحترمه دي، عشان دي بقى بالنسبه لي برضو مهمه جدا. بس هاخد صلاح الاول. يا صلاح، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا استاذ. حضرتك بس عشان يعني مثلا المواضيع دي بنتكلم فيها كتير، بنتكلم فيها على طول، دايما بنتكلم فيها برامج وكده. احترام ليكي، يعني انا اسف ليكوا وللجماعه، اذا ما كانش فيه ثقه متبادله من الاساس ومعروفين والتواصل بين الناس وبعضها صح، يبقى العلاقه فاشله. صح. ماشي، لان العادات الشرعيه بتاعتنا احنا طبيعي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الشيء اللي في شك انا ابعد عنه، الشيء اللي فيه شك انا ابعد عنه. صح. انا يعني مثلا ما يدور في دماغي، هي بتجيبش لنفسي وجع الدماغ يعني. نعم، ما جيبش لنفسي وجع الدماغ. لا يعني مثلا مع احترامي لك، انا ما احطش دماغ نفسي الا بتقول لي قريبها ايه، بيقول قريبها بيقول لها ايه، او هي راحت فين النهارده، او جت منين النهارده. اذا ما كانش في صراحه وثقه بين التعامل بين الزوج والزوجه، يبقى ليس للعلاقه اي معنى. احترام اهم حاجه، احترام اهم حاجه، يكون بيحترم نفسهم وده يحترم نفسه. وبعدين مش معنى الراجل يعني ما قالش مع احترامي لك، ازاي في سامع الدكتور بيقول ايه، الراجل كله صداقات بحريته، معلش ما ينفعش. طب ما انا مش عارف الصداقات دي بشكلها ايه. ايوه مظبوط يا استاذ صلاح، عندك ما تعرفش الصداقات دي شكلها ايه. كان الراجل محترم، هو ما يعرفش الصداقات دي شكلها ايه ويفوصل لفين. يبقى يا ريت يكون لو الاحترام بالمبادئ الدينيه افضل من اي شيء. عندك حق، شكرا ليك يا استاذ صلاح. طيب انا هنا باخد برضو من كلام الاستاذ صلاح والاستاذه عبير ان الاحترام، ان يجب ان يكون في احترام متبادل. يا اما انا لا اقبل على هذه العلاقه، لان الكابل اللي بيبقى داخل على العلاقه بيبقى دايما حافظ مش فاهم للاسف الشديد. وده طبعا يا استاذ عصام حضرتك بتشوفه كتير في المحكمه، يعني ان المواضيع بتيجي بسبب شك، بسبب فيسبوك، بسبب شك يعني او غيره واصله لمستوى مرضي مثلا او حاجات زي كده. فانا داخله في حته ايه، طب انا يا جماعه، طب يعني انت داخل حافظ ان انا المفروض لازم اشك فيها واعمل تك 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 بغض النظر عن مين دي الشخصيه، بس انا لازم اعمل كذا. هي داخله، لا انا اتجوزت، يبقى هات بقى وريني التليفون، وهات وريني مش عارف ايه، وهتعمل كذا كذا كذا، وفي جمل كليشيهات كده بتتقال هي بتبقى حافظاها وهو حافظها. ده بيوصلني بقى في الاخر، لان انا هو ايه الحياه اللي هو دايما بيقول عليها ايه، ممله، احنا زهقنا. والناس بتستهدر بالكلمه دي، بس كلمه احنا زهقنا دي مؤشر وحش قوي. حضرتك شايفه بقى ايه؟ بصي، هنرجع تاني نقول ان مش معنى ان انا بقول ان الست مش من حقها انها تفتش ورا الرجل، لان الرجل رجل والست ست، ده يديله الحق بان هو يرتكب اي حاجه ضد الدين او ضد الاخلاق او ضد انك انت انسان مستقر في بيتك وارتبطت بدي وفي ثقه بينك وبينها وارتضيتها. اي إيه شيء، طيب؟ اي شيء خطأ. ما ممكن يقول لك اي حاجه تضر، ما ممكن يقول لك هتجوز. لا لا لا، اديني فرصه بس اقول لك على حاجه. المعروف اللي غلط ايه والصح ايه. انا النهارده انا بتقي اللي قبل كل شيء في هذه الزوجه، بصرف النظر بقى انا معايا اللي هي دخلت على الموبايل ما دخلتش على الموبايل، العلاقه اللي بينه وبين ربي اصلا المفروض تكون مستقيمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها، ان
احنا لنا في اطار معين مفروض بتتحط فيه الست وبتتحط فيه الراجل. مش كل حاجه مسموحه ليا انا كرجل هتبقى مسموحه للست. ان انا انادي بالمساواه لا، في تقاليد معينه بتلتزم من الست انها بتلتزم بيها. والثقافه دي زي ما قال الاستاذ ايهاب ان احنا بنتفق على هذا. انا راجل شرقي ماليش انك انت تخشي على تخشي مثلا او تعملي فريند كويست لحد، انك انت تقبلي اضافات انا مش عايزها. يبقى في اتفاق ليه؟ لان انت النهارده زوجتي مملوكه ليا، مفروض ان مملوكه لحضرتك. أيوة أيوة لا مملوكة. هي مش ملك ليك. معلش هي مش مكتوبه لك على البطاقه حضرتك ولا بقول انها قطعه اساس في البيت. لا هي مش مملوكه، كلمه مملوكه دي انا بعترض عليها. لحظه طيب انا عندي سؤال للاستاذ ايهاب، بس انا معايا تليفون بعد اذنك هاخد يا عمر. الو عمر من سوهاج. ايوه عليكم السلام. ايه الاخبار؟ تمام. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام يا عمر، اتفضل. ايوه معلش انا بس كان عندي يعني حاجه بسيطه عايز اقولها دلوقتي. طبعا العلاقه الزوجيه في الاساس القائم عليه هو الصراحه وعدم الشك. لو اختل شرط الشك ده يبقى انت كده اختليت بحاجه، يعني مش اي حاجه، ده اساس العلاقه. تمام. هيبقى بتناقص منها احسن. الاستاذ من شويه ايهاب بيقول ان الست مملوكه ليا. الاستاذ عصام اللي بيقول. لكن لا هو مش مملوكه. طب اسمعوا نسمع بعض. طيب نسمع بعض. طيب نسمع بعض، اتفضل يا عمر. هي مراتي وكل حاجه، فمن صلاحياتي انا اكبر من صلاحياتها، فمش من حقها برضو يعني تعترض على كده. ومش هو انت متجوز يا عمر؟ كده يا عمر؟ طيب استاذ ايه؟ لا انا برضه اقصد اقول التصرفات الست مملوكه لزوجها، عشان بس الاستاذ عبير بتتصيد لي. لا مش حته مملوكه. طيب انا عايزه بس ارجع يا جماعه، بس الملكيه بين الطرفين. ما هو ده البانيك اللي بيحصل يا استاذ ايهاب. ماشي طب هرجع لك تاني. حاضر دقيقه واحده يا جماعه نسمع بعض بعد اذنكم. دي المساواه الانسانيه، دي حاجه راقيه جدا. طيب نسمع بعض بعد اذنكم. ليس الذكر كالانثى استاذ ايهاب. بيولوجيا يا فندم حضرتك مش هتنفع تولد، لكن ثواني بس يا استاذ عبير خلينا في موضوع تاني. ثواني لحظه استاذ ايهاب دلوقتي نفس يعني النقطه اللي كنت بتكلم فيها مع الاستاذ عصام، قصه ان انا في الاخر انا ببقى داخله العلاقه عشان لازم ابقى عندي علاقه، وعشان هي الحاجات اللي محفوظه. اكيد حضرتك بتسمع كلمه انا زهقت، انا مش عايزه اكمل، سواء من الراجل او من الست. طبعا الراجل بتبقى اكتر شويه لان هي بتستهلك يعني كل الطاقه اللي عندها ان هي ما تقولش كلمه انا زهقت. فكل لما باجي اسالهم طب انتوا يا جماعه زهقانين مستنيين ايه، كل واحد يقول لك ايه ما تيجي منها احسن، ما تيجي منه احسن. سؤال رائع. انا مش عايزه ابقى يعني ابقى قاعده مستنيه لما اللي قدامي يقول لي انا زهقت منك عايزه اسيبك. الموضوع ده بيحصل ليه؟ انا عايزه افهم ايه كلمه انا زهقت اللي بسمعها كتير دي. هي الفكره بس ان ده في مفهوم الانثى، هم صغيرين ربوها على ان هذا الرجل هو الاله، هو العالم الكامل المطلق ليكي، فتلاقيها بتطوف حواليه 24 ساعه. ليه وقلت رجل؟ لا اقول لك الخطا الاول يعني. اقول لك الخطا جاي منين؟ الخطا جاي. لا اصل انثى ورجل. طب نسمع الفكرة. مش عايزين نتخانق يا عبير. الفكرة ان هم بشكل خاطئ ربوها على ان الرجل هو المنقذ. عارفة كلمة الانوثة جت منين اصلا؟ من فلسفة المنقذ. فهماني؟ ان هو ان انت لولا هذا الكائن هيدخل البيت وياخدك، فانت هتبقي واخدة لقب عانس، لو طلقك هتبقي واخدة لقب مطلقة. أيوة. فبالتالي بقى مفهوم الرجل في عالم المرأة بقى هو الاله باللفظ القبيح ده. بيستعمل الموضوع ده ازاي؟ ما انا بقول لك بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. هو فبتبتدي من اول يوم يخرج، انت رايح فين؟ رايح اقعد مع اصحابي. ده الشاب صغير لسه متجوز، متعود يخرج مع اصحابه احيانا. طب لا ازاي تسيبني في البيت تخرج وانا ايه كرسي حاطه وانا مش عارف ايه؟ طب بتكلم مين؟ طب تبتدي تعمل حصار على حريته من اول يوم، لان هم فهموها ان ده بتاعها. وانا طبعا رافض فكره مختلف مع استاذ عصام، فكره الملكيه مشتركه لاي طرف. انت مش ملكي وانا مش ملكي. فهموها ان ده انت لازم تحافظي عليه لحسن تبقي مطلقه. طبعا ممكن يتخطف منك. تحافظي عليه لحسن مش عارف تبقي عايز. وممكن واحده تخطف ثانيه. فبالتالي بقى في صراع، قاعده طول النهار بتركز هي بتدور في فلك هذا الرجل بيعمل ايه وبيكلم مين وبيعمل، سايبه العالم كله وسايبه نفسها واهتمام ذاتها ومركزه مع هذا الرجل. فبالتالي لو حصل ان هو سابها تنهار تموت. تقفل اصدقاء. في رجاله اغبياء بيعملوا كده مع المراه، ما تكلمش حد، ما بقاش ليك اصحاب، ما بقاش مش عارف ايه، فيبتدي هو بيكثف حصارها حواليه بدون ما يقصد. وهي كمان فبالتالي تبتدي تطوف طول النهار، قاعده بتطوف حواليه. وساعات هي بتعمل معاه كده فبيحصل منها. ممكن هو بارادته بغبائه يوصلها لمرحله ان هو ما تكلميش حد، ما لكيش اصحاب، ما تروحيش عند امك، ما تروحيش، فيبتدي هي ما وراش حاجه غيره. فبتحصل ممكن هي بحماقتها اتربت خطا وفاكره ان ده بتاعها،
هو فيبتدي تبتدي تطوف حواليه, فيبتدي يحصل الانفجار اللي ده. وبيحصل لي في سنه ثانيه جواز, ثاني سنه جواز. احنا عندنا نسبه طلاق في مصر تقريبا الكارثه اللي الناس مش فاهمها, وصلت 80% فعلا, وصلت 60% منها 80% في السنه الاولى. رقم فلك يعني. اي اتنين بيتجوزوا السنه السابعه قدمت شويه النهارده سنه اولى جواز يعني. بنسميها سنه الاكتشاف. اولى جواز عيب والله. سنه الاكتشاف, السنه طيب. الحمقى دي اللي بتتم فيها كل المصايب. طيب عم بطرس. الو. ايه يا عم بطرس, ازيك؟ وحشتنا. لا والله انت بتحكم على طول يا استاذ بس انا ما هخلي معلش التليفون فيه بس. معلش, اخبارك ايه يا عم بطرس؟ ازاي الورده؟ الحمد لله. احب اطبع على الساده الضيوف واقول لهم انتوا كلكم رايكم صح, بس كل واحد ما ياخد رايه من الزاويه اللي هو واخد باله منها بس. تمام, قول لنا رايك بقى. رايي كله ان في مشكله عندنا. انا في سلاح قوي اسمه سلاح الفيسبوك. اي سلاح قوي ممكن اي واحد اللي مؤاخذه مش بيتعلمه كويس يأذي نفسه بيه. يعني الجهل دايما يأذي نفسه بالعلم. فخلي بالكم ان احنا المجتمع بتاعنا مجتمع يعني غير مش عارف يعني غير مؤهل موضوع الفيز وغير مؤهل للكلام ده كله. الاستاذ هنا ما يقول العفه وما يقول مملوكه. دي مملوكه يعني مشتريها ولا ايه؟ لا مش مشتريها طبعا. عليك اهو دلوقتي. بس في حاجات تليق وفي حاجات ما تليقش. بس قبل ما اكون تليق وما تليقش اعرف ايه دوري انا عشان اعرف احكم بعد كده واقول ايه اللي يليق وما يليقش. مش انا سايب ثلاث ارباع دوري وما بص ان انا راجل شرقي راجل شرقي راجل شرقي. ايه مفهوم الراجل الشرقي؟ لما راجل شرقي كان في السبعينات دي كانت الحياه كويسه. يبقى هنا في غلطه في المفهوم الراجل نفسه اللي هو قائد البيت مش في الست. يا استاذ عصام المشكله فينا نحن كرجاله. احنا اللي ربنا قال لنا الرجال قوامون عن النساء. استاذ بطرس بص يعني مفهومك انت صباح الفل عليك وعلى اسوان كلها والله. وتعاملك انت في البيت ما تحجرش بيه على الناس, انت حر. انا عايزه اقول ان دايما الرجاله رجاله الصعيد كل يوم بيبهرونا. دايما احنا بنقول ان الصعيد والجنوب هم الاكثر قمع واكثر عنف واكثر تشدد. الحقيقه انا ما قابلت لا يعني انا عمري ما قابلت راجل صعيدي الا لو كان متفتح وشخص عقلاني بالشكل ده ومش قامع للست بتاعته. على فكره لازم نصحح نظرتنا للصعيد. هو الرجوله بتسميها قمع يا استاذ؟ انا لما كنت بعمل ابحاث في الصعيد الرجوله والالتزام قمع عندي. لما بيكون مغلط مغلوط. على فكره يا عمير في حاجه في ستات بتبقى عندها يعني, ودي برضو من الحالات على فكرة. يمكن لما اتكلمنا مرة من فترة عن الغيرة كلمتني كذا واحدة بتقولي أنا ببقى متضايقة جدا لما ما بيحصلش معايا الأسئلة كتير أو بحس إن هو بالغيرة مش مهتم طبعًا. لما ببقى مثلا قصدة إن أنا أعمل ميك اب أوفر شوية أو قصدة إن أنا ألبس حاجة علشان هو يقولي لا ما تلبسيهاش, بتضايق جدا لما ده يحصل. فبحس إن ده عدم اهتمام. في ما هو دي بقى اللي أنت كنت بتكلمي عليها من شوية اللي هي كل واحد من تنشئته أو من ثقافته. شفتي يعني حتى 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 مفهوم استاذ عصام بقى ليه مردينه. فاهمين اقصد ايه؟ انا بتجيلي احيانا على فيسبوك, انا عندي مئات الالاف من البنات على صفحتي على الفيسبوك. احيانا تجيلي بنت تقول لي انا عايزه الرجل ده, عايزه النموذج السيد اللي بيحتويني. أيوة. هي طالبه كده ليه يا عمير النهارده توصلني مرحله انها تقول لي لا اصل هي شاذه ولا هو شاذ ولا هما متخلفين. لا هي نوع من الاناث اللي بتطلب ده. هي عايزه, هي ده بالنسبه لها الحقيقه. احنا بنفهم تقول لك انا عايزه الاهتمام. حضرتك انا عايزه احس ان انا مهتمه. والله اسعد كده قلتي محورين يا استاذه مها عبقريين. بعد اذن حضرتك اذا كان القمع عايزه ارد عليهم حافظ على الاسره. اهلا بالقمع. انا عايز اقولها بس في حدود يعني في يعني في ارقام زي ما الاستاذ ايهاب بيقول. تعالي شوفي الصعيد, تعالي شوفي الصعيد ومع احترامي لكل الناس اقل نسبه طلاق موجوده في الصعيد ليه؟ عشان في التزام, عشان الراجل بيحترم المراه. ثواني بس. في التزام بالتقاليد بيتجوز ساعيه عشان بنت عمه. لا حضرتك في التزام بالتقاليد. الرجوله عندهم مسموعه. الراجل مسموع في البيت. الست هناك بتحترم الرجل كويس جدا وحافظه على التقاليد وده موجود في وجه بحري. بس انا عايز اقول الاكثريه في الصعيد هتلاقي نسبه الطلاق قليله جدا. صح. لا تكاد تذكر على اللي موجود في البحر. بسبب ايه؟ بسبب الانفلات اللي موجود. بسبب ان الراجل شايل المساواه. ما تلاقيش حد هناك بيقول لك انا المفروض اتساوى مع الرجل زي ما احنا بنقول هنا زي ما الاستاذ عامر بيتكلم. احنا ما بنقولش تساوي. الستات بتوع المراكز وال في ضوابط يا استاذه. يتساوى بسيدات الصعيد استاذه او الرجاله تتعلم كيف تعامل الضوابط مفعله في الصعيد. رجاله الصعيد عندنا هنا للاسف مش الحقيقه مفعلة. هم بالفطره عرفوا يحافظوا على الاسره المصريه عن طريق احترام الست واعطائها هيبتها. في جزئين انت حضرتك مسكتي كبد الحقيقه.
في محورين قلتيهم. قلتيهم الاستاذ ذهاب. الاستاذ ذهاب قال حاجه خطيره ليها علاقه بالنشأة والتربيه وده مجال عملي. ان هم بيصوروا الراجل اله ومتفقه معاه بشكل جذري. فكره الخنقه، احنا عقد الجواز عقد سعاده، العلاقه علاقه حب اسمها، يعني ان انا راح اسعد مع شخص وهو يسعد معايا، اكون انا مصدر سعاده معاه. احنا ليه بنتعس نفسنا؟ حضرتك سالتيه بتقولي له يعني ده مش خنقه ومش زهق. الحقيقه انا عايز امسك في ده. هو احنا لحد امتى هنقعد نزهق في بعض؟ هنطهق في بعض؟ هنمسك لبعض على الوحده؟ في متصل واستاذ ايهاب ان احنا لازم هنلاقي. على فكره اللي بيعمل حاجه غلط هو اللي بيهرب. هو اللي ما بتلاقيش وراه. هو الالتزام عندك خنقه؟ انا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك عندك ضابط ايه؟ انت بتفتش وراه بتتجسس ودوت عايز تقول ان انت كده بتحل غالبا المشكله دي. غالبا بس عامر اللي بيتدور وراه وبيعمل حاجه غلط ما بتعرفيش تمسكيه. ولا بقى تمسكيه، ما انت اللي بقى يعني هتبقوا في الاخر. بص يا ناس، صدام هنا جاي، صدام جاي منين؟ من اختلاف القناعات، فهماني؟ واحد شايف انت حضرتك شايفه وشي ده ولا ظهرها؟ لا ما اصل برضه لحضرتك انت شايفه ظهرها وانا عمال اقول لك وشها اهو، انت ازاي مش شايفه؟ تقولي والله ده ظهرها. لا استاذ ايهاب برضه معلش، طيب ميوعد عدم تعريف الامور ومحدداتها. طب ممكن افنن لك حاجه مهمه؟ ده امر برضه استاذ ايهاب مش منطقي، معلش. طيب اتفضل يا استاذ ايهاب. الاول بصي، بصي كل واحد عمال يطالب بمفهوم حتى المساواه. ايه مفهوم المساواه؟ المساواه حتى الدين والعرف شرعها بان هو المساواه في الحقوق والواجبات فقط لا غير. يبقى لما اجي اقول المفهوم ده الاستاذ عصام يقول لي ايوه مفيش حاجه اسمها مساواه بين الست والمراه. هو ما يقصدش ان عدم المساواه في الحقوق والواجبات. عبير تطلب مساواه مطلقه، لازم يبقى الراجل متساوي مع المراه في كل حاجه. هنا ممكن يكون في قناعتي خطا، لكن ممكن من وجهه نظرها في فرنسا وفي السويد وارد جدا المراه تيجي، المراه والراجل هو ينفع الراجل يتجوز على مراته؟ المساواه في البيت، هو ينفع الراجل يتجوز على مراته في السويد ولا في فرنسا؟ الانسانيه في فرنسا يتسجن في المجتمع السلفي. في المجتمع السلفي المراه تقول يتجوز عليا احنا عندنا مساواه. الراجل يعني ادي مثل بسيط، هل الراجل النهارده ماشي المفترض فيه انه يكون في ثقه بينه وبين زوجته ويعرفها وراح فين؟ لكن افترضت في تصادم بينه وبين بعض، هل الراجل المفروض ان هو ما ينزلش لما يستاذنها؟ العكس لازم، العكس لازم. بالظبط طبعا. طيب هياخد عامر، اشوف عامر بس يصل معايا بعد اذنك. هو فين بقى؟ هو فين اصلا؟ يا استاذ عامر الو. ما ينفعش كده يا استاذه مها. ايه؟ بقى لي نص ساعه مستني حضرتك. حقك عليا، معلش معلش. اتفضل. هتقفل عليا على طول؟ لا مش هقفل. هقفل ليه؟ طب انا عايز اتكلم اوجه كلامي للاستاذ عصام. استاذ عصام معاك اهو. هو بقى يقفل ما يقفلش، هو حر. الراجل محترم بيتكلم الصح وبيتكلم الشرع اللي ربنا قال عليه. مفيش حاجه اسمها مساواه بين الرجل والمراه، الراجل راجل والست ست. زمان كان يعني انا راجل، انا عندي 71 سنه. ربنا يديك الصحه يا استاذ عامر. واحده بتطلق، يوم ما تتطلق تستخبى في بيتها ما تخرجش. دلوقتي كان من قيمة حوالي 3 كان عار يا استاذ عامر ان الست تبقى مطلقه في عيله. والله كان عار. ايوه كلام عار والله كان عار. ما هو انتوا هما ده اللي اول كان عار. دلوقتي عادي مش مفيش اي مشاكل يعني عادي. راجل في حاجه اسمها زي ده الراجل يا استاذ عامر ده باين طلع موضه ده ولا يا استاذ عامر كانت ورقه الطلاق بتروح للزوجه، دلوقتي ورقه الطلاق بتروح للزوج للاسف. اعترضوا كمان على شرع ربنا وفقه السنه. يا استاذ عصام ده بتعمل يعني مش ممكن نزعات ال طيب لا احنا بنسمع وجهات نظر. اتفضل يا استاذ عامر اتفضل. انا بقى مع حضرتك اهو. تمام. زمان كانت الست بتطلق ما تطلع أو كان الراجل او ابوها يقول لها انت ما فيش الا خرجتين، خارجه لما تتجوزي وخارجه لما تموتي. صحيح. كارثه. صحيح. مع الجاموسه اللي مربوطه. لا نسمع يا عبير لو سمحت. زمان كان مش الستات دلوقتي عشان ايه المساواه؟ تحرش مش عارف ايه. ما ينفعش كده يا استاذ. هي معزه، هي معزه يا طيب صحيح. انا بسمع بس اسمع، انا بحب اسمع الكل بس. هو من يوم ما انت قلت ست زي الراجل والبلد خربت. انا عايز ارد. كل ربع ساعه ولا كل خمس دقايق واحده بتطلق؟ كل دقيقتين. كل دقيقتين يا عم عامر، والله انت راجل محترم يا عم عامر. شكرا يا استاذ عامر بشكرك ومعلش سبتك على التليفون شويه. طب ماهر بقى عشان ماهر بقى له كتير. الو ماهر من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام مها؟ الله يسلمك. الحمد لله. اتفضل. بصي حضرتك انا هنحل لكم الاشكال ده في الصعايد. احنا عندنا المراه معززه ومصانه. طيب. احنا عندنا المراه مين هي؟ اول ما بيفتح عليها الراجل بيلاقي المراه هي الام. طبعا. او الاخت اذا كانت اكبر او اصغر. او الزاويه او الابنه، مين فيهم رخيصه عنده؟ المرأة يعني نص المجتمع، احنا بنحترمها جدا في الصعيد ولذلك ما فيش حالة طلاق ابدا.
يمكن نسبة الطلاق عندنا ما تتعداش 2% زي ما انتم بتحكوا 80%. صح. عندنا احنا في سوهاج او الصعيد عموما المرأة بتحترم فوق راسنا من فوق والله. مين هي المرأة؟ بيفتح عينه بيلاقي الوالدة. هل الوالدة رخيصة علينا؟ بيلاقي الأخت أكبر أو أصغر برضو عزيزة عليه بيحطها في عينيه. بعد كده الزوجة، الزوجة بيحترمها وبيعزها وبيصونها. احنا عايزين تبقوا حالة عامة. الابنة برضو تنتشروا. احنا عايزين كل الناس تعمل زيكم كده يا عم ماهر. تبقى حالة عامة عشان الناس تحترم. عايزين كل الناس تعمل زيكم كده. يلتزموا بالضوابط وأخلاقيات السعيدة يا بنات. كامل بيحترم المرأة وهي كمان برضو بتدي حقوقها كاملة. ماشي. قال عليها الشرع زي ما الأستاذ بيقول. تمام. طيب صباح الفل عليك يا عم ماهر وبشكرك شكرا جزيلا وبحييك وبحيي كل اهل الصعيد اللي فوق راسنا اللي بيكلمونا النهارده. في برضو عندنا بقى كذا حد كاتب على الفئه المراه لا تتساوى بالرجل الصعيد ولا مش عارفه ده حد بيكلمنا من الصعيد يعني. تمام مع وجهه اللي هو ما فيش وجهه نظر ما فيش مساواه. رشا مجدي بتقول موضوع بقى ان هو يضيف او ما يضيفش او راجل يعمل لي اللي هو عايزه من نفسه لو بيحبها وبيخاف على زعلها مش هيعمل اللي يضايقها ويراعي ربنا فيها. ممكن نكون كإناس في لحظات غيرة وغضب بنطلب ان يكون نفس المعاملة بس المفروض حتى لو الراجل عمل حاجة المفروض الزوجة ما تعملهاش يعني لو خانها هتروح تخونه هي كمان. لا طبعا. رشا انت بعت كذا مسج حاضر هقراهم كلهم. دي اخلاق وتربية. على فكرة بس انا عايزة اقول الجزء ان احنا بنخلط في مفاهيم المساواة. يعني لما اقول لحضرتك المساواة بين الرجل والمرأة انا بتكلم على الدستور والمجتمع واحنا كدولة كمواطنين مفيش اي فرق بيني وبين الراجل. اما اكون داخل منظومة زواج قطعا هيكون في فرق. لما انا هتجوز واحمل وخلف وردع هقعد اردع العيال لان في حاجه اسمها حقوق الطفل بالمناسبه. وانا الست اللي بتهين الطفل او بتتركه للمرض او لشغاله انا بشوفها انها انتهكت حقوق الطفل مش حقوق الراجل كده حقوق طفل. فاحنا مش فاهمين يعني ايه مساواه. احنا مش بننادي بالمساواه البيولوجيه لان المساواه البيولوجيه ربنا هو اللي اقرها ان طيب. مفيش مساواه بيولوجيه. قد تكون المراه اكثر تميزا بالمناسبه. عايز اسال قد تكون المراه اكثر تميزا. السؤال اللي انا بسمعه من الجميع سواء من حضراتكم او من الفيسبوك او من الساده المتصلين الحب اهم ولا الاحترام في العلاقه؟ محتاجه تعرفي الاثنين الاول. يعني كلمه الحب في قاموس العرب عموما مستقى من الدراما هو الحاله المتوقده من المشاعر احمد رمزي وهند رستم وفاتن حمامه وكده. ده مفهوم خاطئ للحب طبعا. ده اللي هو فشل المجتمعات العربيه وخلى كل بنت مش ممكن تتجوز غير ما تحقق نموذج عمر الشريف و وده مش واقعي طبعا. هو الحب هو الامان والرحمه والسكينه اللي اتكلم عليهم الدين. لو ده يبقى ده مهم جدا. ده دافع ده باور العلاقه. طيب. لكن ده الشراره اللي تصنع العلاقه. لكن كيف تستمر العلاقه؟ بالاحترام. الاحترام هو جزء الصداقه في العلاقه الزوجيه حتى لو ما استمرتش. ما ينفعش تستمر العلاقه. بصي شراره الولاد حاجه دي اسمها الحب هي المشاعر. طب كيف تستمر العلاقه دي؟ فين بقى الوقود اللي هيكمل العلاقه؟ هو الاحترام. لان لو العلاقه مبنيه احترام ما تستمرش. طبعا. طيب انا بقول لحضرتك بين اي اثنين ما انا هقول لك لكن في حب وما فيش احترام الاثنين هيضيعوا. في خلط في ايه؟ انا مثلا عندي شكوى هنا برضو. واحده بتقول دلوقتي هي متزوجة بقالها فترة وهي مش يعني من الزوجات السلسة جدا يعني زي ما تقول ايه هي وزوجها اصدقاء اكتر بس ده مخليها مثلا ان هي بتبقى عندها مشكلة ايه؟ هو دايما حاططها في الحتة بتاعت ان هي مش قايمة بواجب الشك والغيرة والحاجات دي وهي مش يعني مش متعوده يمكن مش ثقافتها زي ما حضرتك ان هي بتقول لا خالص لا هو متضايق بيتهمها بيها هو متضايق ان هي ما بتشكش ما بتشكش فيه ايوه لا بس خلي بالك انت تقصدي ما بتغيرش عليه مش ما تقصدي كده اصل هي كلمه الشك دي وهي بتقول ان هي بالطريقه دي هي بتحاول ان هي تسيب مساحه او حريه شخصيه ليه بس هو يمكن ما بيهتمش قوي او مش فاهم انا ما اعرفش المشكله ما سبعتي لي معلش تاني لا انا اقول لك انا الخص لك هي تقصدي اصلا بصي احيانا يرى طرف من الاثنين ان الغيره هي نوع من انواع الاهتمام فهماني بمعنى ان انا النهارده لو خارجه ولابسه اللي انا عايزاه وبكلم واحد وجوزي مش فارق معاه الموضوع بيبقى مرتبط عندها بالامان هذا الرجل انا مش في ضمن حساباته اصلا ومش فارقه معاه او عندها شك في نخوته ان هو ممكن يكون ما عندوش نخوه كتير من البنات تقول لي ايه تحب جاي لي عريس
وبلبس اللي انا عايزاه وما بيتكلمش معايا، هو حاجه من الاثنين، اما مش مهتم بيا وانا مش في حساباته، يا اما ما يكونش عنده نخوه كرجل. اعمل ايه؟ اقول لها لا ده ممكن تكون دي ثقافه مجتمعه، هو شايف ان دي حاجه عاديه جدا انك تخرج وقت ما انت عايز خالص تماما. هو ده مجتمعه، هو ساكن في انا اتربيت نص عمري في شبرا وكنت ارى ان اختي ما ينفعش تخرج من البيت غير ما تستاذني مثلا. دلوقتي انا مراتي بتخرج، انا ساكن في الرحاب، مراتي بتخرج غير ما تستاذني. ثقافتي اتغيرت، انا ما بقتش نخوتي ما قلتش ولا حاجه، انا ثقافه مجتمعي بقت بتستقى من المحيط اللي حواليا. بقى ليها صاحباتها بتتكلم في كده، احنا لو عملنا ده صدقني او ادراكك خلاص وصلت لمرحله. لا ما انا هقول لك هي بعتت بقيه الشكوى. حاضر طب هاخد سعد بس واتكلم وهقول رايك. حاضر يا استاذ سعد، لحظه يا جماعه. استاذ سعد الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. وطي التلفزيون يا استاذ سعد. ماشي يا فندم مع حضرتك. اتفضل. ايه ماشي يا فندم. بالنسبه للموضوع ايوه انا سامعاك سامعاك. بقول لحضرتك بالنسبه لموضوع المساواه بين الست والرجل. كلم السماعه على طول. المساواه بين الست والرجل. مش عارفه اسمعك يا سعد. عايزين نفهم يعني ايه ويعني ايه رجل. يعني لان دلوقتي حاليا 90% من المجتمع المصري مدمم بسبب المشاكل الزوجيه. تمام. ماشي يا فندم. ماشي. مع حضرتك. معاك. عايزين حضرتك توعيه للشباب المقبلين على الزواج والانسات اللي مقبله على الزواج. ازاي البنت تتعامل مع جوزها؟ ازاي الولد يتعامل مع زوجته؟ لو البنت تديك ربنا زوجها وتعامل زوجها زي ما ابوها بيعامل والدتها بتعامل والدتها، فان شاء الله باذن الله هيبقى خير. انما احنا عمالين نتكلم في حاجه وتحصيل حاصل. طيب ماشي. ما عايز اقول حاجه انت اسف يعني. شكرا يا سعد. هقول اكلاشيه وخلينا كل بنات، انت عارف انا عندي مركز اسريه وطبعا الوجه الله مش داعيه، انا بعمله الوجه الله يعني. الفكره ان احنا حاطين سلوجان بنقول فيه في مفهوم الحريات ده اصلا او مفهوم المساواه. اوكي المساواه تبقى ان هي ليها سلوجان عريض جدا بيقول المساواة بين الرجل والمرأة هو مساواة في الحقوق والواجبات. مع اديله قوامته عصام هنا واديلها حنيتك. الاثنين احنا بيني وبين الرجل والمرأة انا وهي مساويين تماما في كل حقوقنا وفي كل واجباتنا على الاطلاق، مع الاعتبار ان انا رجل فليا قوامتي وانك انثى انت انا ليا رجل ليا قوامتي احتفظي بيها بصراحة. اوكي اللي بيطالب بيه استاذ عصام، وانت انثى ليكي حنيتك واحتوائك طالبي بيها. لو الراجل ادى لو المرأة ادتني قوامتي المطلقة كرجل وانا اديتها الحنيه والرحمه في اعتبار ان انا مساواه بيننا هي مساواه في الحقوق والواجبات، اذا تستقيم العلاقه الزوجيه. والله الافكار الموروثه اللي انت عماله تتكلم عليها دي هي دي اللي ادت والله العظيم بمليار الاسره المصريه. افكار موروثه. افكار موروثه من الغرب. سمعت اسم مستورده. لا 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 موروثه. انتوا بنستوردها. بصي بنستوردها. مين اللي غرب؟ احنا بنستوردها من بره. بصي ما هو اصل الغرب هيصدر لك ايه؟ الغرب هيصدروا لي ايه؟ هو هقول لك هو اي كلام. هي اجنده. هي اجنده. اي شعارات وخلاص. حاجه ايه؟ طيب اذا كنا يا جماعه على مثلا يعني ابتدينا نرجع نتخانق تاني لو سمحتوا. لا يا جماعه الناس مش هتفهم انت بنقول ايه كده يا عبير. دي واحده. دي يا استاذ عصام انا معايا سميه. معايا مين يا جماعه؟ انت بتخلي الراجل زي الحديد هيتكسر. ايوه الو. ايوه السلام عليكم. ايه يا سميه ازيك؟ اول ست اتكلمنا في الحلقه النهارده. الحمد لله على السلامه يا شيخه. كل الستات كانت لسه بكلم. ايوه ازيك اتفضلي. انا معجبه بكلام الاستاذ عصام ده جدا. اتفضلي. ومش عايزه والبنات طلاق سبب الطلاق دلوقتي هو الزهق بده تطلق. الجواز مش كلمه زهقت اللي انا بقولها. الجواز ده عشره مقدسه لازم الواحده تستحمل على قد ما تستحمل وقدامها برضو الراجل يستحمل عشان الحياه تمشي. انما مش عشان اتجوز وزهقت يومين ثلاثه اروح متطلقه. لا طبعا ما بيبقاش في احترام للحياه وللعشره يا مدام سميه. لا طبعا مش ممكن ان انا من اول حاجه كده هروح متطلقه. تمام ميرسي يا مدام سميه. طيب معايا دينا. ستات صحيوا. السلام عليكم. ايوه يا دينا ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذن حضرتك احنا بنتكلم على ان نسبه الطلاق بقت عاليه جدا. ليه الستات ما بقتش قادره تستحمل؟ لما يكون زوجي بيفكر زي الاستاذ المحامي
اللي بيقول الست مملوكة ده لازم يتساب، ده لازم الواحدة تجري منه. المشكلة في ان امهاتنا ما عرفتش تربي الرجل صح. الراجل فاكر نفسه إله، وبعدين حضرته بيتشبق بالقرآن وبيقول ان القرآن بيقول ليس الذكر كالأنثى. اولا ده مش ربنا اللي بيقول، دي امرأة عمران هي اللي بتقول ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالأنثى، وربنا بيحكي لنا على انا بقول قران يا استاذة. ما هو ده مش في القران يا مدام دينا، ده مذكور. انت بتفتي ده لا قران. لا ثواني ثواني، احنا لا 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 لحظه حافظي على كلامك بس كويس. لحظه يا استاذ عصام، احنا اصلا بتقولي الست. لحظه واحده ما. احنا مش من اي متصله تتجاوز. هي ما تجاوزتش. لا بتتجاوز، بتقول لك اصل الستات ما عرفتش تربي الرجاله. لا هي بتتكلم، ما بتتكلمش على ده. لا ثانيه واحده، 13 منهم مطلعين. احنا لا غير اهل للفتوى. لحظه يا جماعه، لا 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 لا، هي لنفسها. طيب لحظه يا استاذ عصام، خلاص مدام دينا انا بشكرك بس لو سمحت. تخرفي. لا لا انا ما ينفعش يا استاذ عصام، انا حضرتك تغلط في الرجاله كلها. ما استمتش الرجاله يا استاذ عصام، بالراحه شويه. انا مش هسمح برضه ان حضرتك تغلط فيها ولا هي تغلط فيك لو سمحت. خلاص بالراحه، قالت رايها رد عليها بالحب. خلاص الست بتطلق دلوقتي يا استاذ ما عايزه عشان ايه؟ زي ما الاستاذ سميه قالت، عشان النهارده بيجوا لنا في المحاكم. اصل ما خرجتش رحت النادي. الحقيقه الكلام ده معايا كانت الاول الاستاذه بتتكلم يا استاذه. لا انا عندي راي في وجهه النظر، مش معناه ان احنا بنغلط العادي. احنا كنا فين وهنا فين يا استاذه ما؟ ده كانت الست الاول بتقف لغايه ما الزوج بيخلص اكل. طيب. ما بتقعدش على الطبلة معايا. نسمع بعض. طيب اتفضلي يا عبير. اتفضلي يا عبير. احترامي طبعا الاستاذ عصام، وانا عارفه ان هو اكيد نيته خير ان الناس ما تتطلقش. انا مش، ما فيش حد فينا خالص عايز الستات تتطلق، وبالعكس كل ما انت خليتي الرجل صلب هيكسر وهيكسر البيت. الرجل لازم يكون مرن، لازم يكون محتوي، هو صاحب القوامة. صاحب القوامة هو القادر على احتواء أي مشكلة أو أي ست أو أي طفل، لأنه هو رب الأسرة، هو العائل، هو صاحب القوامة بما أنفقه. تمام. وبعدين لما ربنا سوى في كتابه العزيز قال الرجال للرجال على النساء درجة بما أنفقوا بما فضل بعضكم عن بعض. يعني حتى في التفضيل قال إن السلوك والعلاقة والمعاملات لو ست بقت افضل هي اللي ممكن تكون يبقى ليها قوامه. ثواني يا استاذه مها، احنا مش في حرب ولا في نديه ولا في خناقه بين الرجل والست، لان الرجل والست مكملين بعض. بالعكس احنا عايزين نحط دستور واضح مش مايع، ما نحطش اساليب. وفكره استيراد الغرب بالعكس، انا ضد اي ممارسات زي الفريند او تقطيع الهدوم او اي ممارسات فيها مش شكلنا. احنا شرقيين ولينا مجتمعنا الوسطي اللي بيحافظ على الراجل بالمناسبه. اللي بيحافظ يعني ايه؟ عارف يعني ايه راجل. والست المصريه مش محتاجه حد يقول لها حافظي على الراجل. طيب. او ما تحافظيش. انا طيب وقتي بينتهي، انا عايزه بس استاذ ايهاب يقول لنا خلاصه هذا الموضوع. اتفضل يا استاذ ايهاب. هو بس احترام قناعة الآخر زي ما ابتديتها، هنهي نفس الموضوع برضو. يعني لن تستقيم أي علاقة بين اتنين حتى الأصدقاء غير ما نبني الأول دستور في بداية العلاقة. ده بنعلمهم لأولادنا حتى ما يجوا يتجوزوا، وعملها مهاتير محمد في ماليزيا لما جه أسس الأكاديمية لأنقاذ ماليزيا من الضياع بعد ما كان نسبة الطلاق عندهم والأنوثة 80% بقت 5% النهارده. فالفكره ان هو عمل ايه؟ هو ارسى قوانين، قال لك اي اتنين عايزين يتخطبوا يجوا يقعدوا قدامي هنا في الاكاديميه، حط لهم قوانين مناسبه ليك. هي بتخرج بميكرو ديوب، مناسبه ليك مش مناسبه امشي اختار واحده غيرها. هي دي منتقبه مناسبه تأهيل. ليك اوكي تأهيل. انتوا الاثنين لازم تتفاهموا وتلتقوا في نقطه. طيب. احنا هنعمل كده. احنا طبعا خلينا نتكلم في ان كل وجهات النظر تحترم، سواء وجهات النظر اتقالت على الفيسبوك وجهات نظر ضيوفي اصدقائي الاعزاء او حضراتكم لما كلمتونا على التليفون. كل وجهات النظر تحترم، نحب نسمع الجميع، وكل زي ما استاذ ايهاب بيقول وفقا لقناعاته وفقا للي يتقبله او تعود ان هو يتقبله في مجتمعه. مفيش حد له حق ان هو يهين حد، لا ست تهين راجل باي شكل، ولا راجل ان هو يهين ست باي شكل من الاشكال. الجواز عباره عن علاقه مبنيه فعلا على الموده والرحمه والاحترام. الثلاث حاجات دول اذا ما كانوش موجودين ما تتعبوش نفسكم. انا بشكركم شكرا جزيلا. سعيده ان انا كنت معاكي. شكرا استاذ عبير سليمان، شكرا ليكي. استاذ عصام عجاج محامي بالنقد، شكرا. وبشكر الكاتب الصحفي والروائي استاذ ايهاب معوض، شكرا. شكرا. استنونا بعد الفاصل وفقرتنا الاخيره مشاهدينا ونهايه الاسبوع.